السلام عليكم، أهلا بحضراتكم. ما الأسس التي على ضوئها يتم التمكين العاطفي للأبناء؟ الأب والأم اللي بيغمروا أبنائهم بعاطفة الحب، بيلعبوا معاهم بحرية في جو من الأمان، بيعرضوا عليهم صور جميلة، بيجاوبوا على أسئلتهم، بيسمعوا ليهم، ينموا لديهم الثقة بالنفس، الحب المرئي المشاهد من قبل الأبناء تجاه من قبل الآباء تجاه الأبناء، ومن قبل الأبناء تجاه آبائهم، لأنه بيشوفوا سلوكيات الأب وبيراقبوا سلوكياتهم، وبدأوا يكتسب من الأب قيمه وأخلاقه وقوة شخصيته، قدرته على مواجهة المواقف المختلفة. بتعلم الأبناء في مرحلة الطفولة إزاي يبقى مواطن بالغ فيما بعد، وإزاي يبقى زوج، وإزاي يبقى أب، وإزاي يبقى أم، عن طريق مراقبة تأدية الأب أو الأم لهذا الدور. والمثل الشعبي اللي بيقول اكفي القدرة على فمها تطلع البنت لأمها، المقصود يعني الأم البنت تكون قريبة الشبه بسلوكيات أمها في غالب الأمر. طيب، آباء وأمهات يعبروا عن الحب بطرق مختلفة، تعابير الوجه الجميل، فرحانين لما يشوفوهم يبقى سعيد جدا، الإظهار العفوي للمودة في حركات الجسد، البهجة لإنجاز الأبناء ونجاحهم وسعادتهم بيهم عند كده، يطمنوهم لما يحصل موقف يصابوا فيه بالضرر أو الخوف، يحرصوا على سلامتهم من أي تهديد. كل دي رسائل مهمة لازم تترجم إلى عمليات داخل الأسرة. إحنا بنقولش الكلام ده كده من باب التنظير، وإنما يجب أن يحول إلى عمل. بعد الفيديو ما بتشوفه لازم يترجم هذا الأمر، زي ما كنتش بتعمل ده طب لو بتعمله أكد عليه. ولهذا لازم تندهي على أبوك وتندهي على أمك، وينده الأب على الزوجة، ويقعدوا ويسمعوا هذا الكلام، لأن ده مهم جدا، وده بيبني الحياة المستقبلية مع الجيران ومع الأصدقاء ومع العائلة. الأبناء في حاجة ماسة أحبائي إلى تعلم الحب في مجتمع ساد فيه العنف، وده بيعوضهم عن أمور كثيرة جدا حواليهم، لأن الحب جوه البيت لما بيترجم بشكل واضح جدا بيخلي الأبناء في حالة إيجابية مع المجتمع الخارجي. ولهذا من المهم جدا إن إحنا نعرف إنه الحب والذكاء الإبداعي، الذكاء العاطفي وعلاقته بالقرآن أمر في غاية الأهمية. ولهذا لما يقول لك ان معهد القلب في الولايات المتحدة في كاليفورنيا اظهروا انه العاطفة والتعاطف، وان القلب أداة قوية جدا بتعالج التصورات والادراكات وبتحل التحديات وتظهر القيم، وتناغم القلب مع الدماغ، القلب والدماغ مع الحب هو ما يكون ذكاء كامل. فالذكاء ليس الذكاء المنطقي، وإنما الارتباط ما بين الاثنين أمر في غاية الأهمية. والقلب والفؤاد هما المركزين الروحيين والعاطفيين للجسم، القرآن قال كده. فلما ينطلق الناس من قلوبهم بيحبوا يستكشفوا ويتعلموا ويبدعوا، والأطفال يستجيبوا ويستمتعوا أفضل عندما يفعلوا ذلك من القلب. حاجة متعمل من القلب يبقى شيء رائع جميل. والمثل اللي بيقول من القلب للقلب رسول. فالجانب القلبي أمر مهم جدا، للأسف الشديد في مدارسنا بنهمله، في جامعاتنا بنهمله، وما بيتكلموا عن نصفي المخ في الدماغ الأيمن والأيسر، يعني ما بيلجأوا إن الجانب الأيمن هو المسؤول عن عمليات الإبداع وعن الجانب الوجداني وعن الخيال وأحلام اليقظة، بينما الجانب الأيسر من فص الدماغ مسؤول عن المفردات وعن اللغة وعن الحساب والعمليات الحسابية. ويتقال أن الجانب الأيمن مهم، ولكننا نتجاهله في مدارسنا أحبائي الكرام. ولهذا المقولة الشائعة أن قدرات الطفل الفكرية مستقلة عن قدرته على منح الحب وتلقيه أمر غير صحيح بالمرة. يبقى دي معلومة لأساتذة التربية، معلومة لرياض الأطفال، معلومة للآباء في البيوت. خلي بالك إنه ما ينفعش تفصل ما بين الجانب الفكري اللي أنت عايز ابنك ينجح في المادة وعايزه يطلع الأول وينجح في الثانوية العامة وكذا،
وتتجاهل اهتماماتك بيه على المستوى النفسي وإغداقه بالحب والاحترام والتقدير، لأنه هو ده اللي هيخليه يذاكر وده اللي هيخلي المعلومة تثبت في ذهنه. ولهذا أحبائي الكرام، الحب والرعاية والتقدير والرحمة كلها إيقاعات قلبية متوازنة ومتناغمة. وهنا يأتي التعليق الأخير في هذا المشهد الهام جدا جدا، إن القلب في القرآن ظهر عندنا في ووضح في آيات كثيرة وأوصاف كثيرة تحدد خصال مختلفة. الجوانب الإيجابية التي أظهرها القرآن في الحديث عن القلب: الإيمان، التقوى، الهداية، التعقل، اللين، الخشوع، الخير، القوة، الاطمئنان، الرأفة، الطهارة، الإنابة، الفقه، السكينة، الرحمة. القرآن تحدث عن جوانب سلبية أيضا: مرض زي ضعف الإيمان، الإثم، النفاق، الرعب، القسوة، الزيغ، زاغت، الإنكار، العمى، الغل، الارتياب، الغمرة أي الجهالة، التحجر، اللهو، الانشغال. 145 موضع من القرآن الكريم ذكر فيها القلب. وبالتالي مهم جدا ان احنا ندرك انه القلب هو مركز العقل او ومحله. القلب مركز العقل، وده خطأ شائع عند ناس كتيرة جدا، يقولك العقل هنا والقلب هنا والبتاع هنا والدنيا هنا. هذه التصنيفات والتأليف البعيد عن السياق القرآني أحيانا يعطي نوع من الخلل ونوع من سوء الفهم. ولهذا القلب هو مركز العقل ومحله، وأما الصدر فالقلب محل العقل، يقع في صدر البدن وهو الجزء العلوي، لقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. العمى عمى القلب، العمى مش عمى البصر، عمى البصيرة. أما الفؤاد فهو القلب محل العقل، وبيزيد عليه بالإنارة واللمعان بنور الإيمان والفطرة، لقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والبصر والأفئدة لعلكم تشكرون. وقوله تعالى في هذه الآيات التي تحتاج منا إلى الوعي وإلى الفهم وإلى التوضيح، هذه الآية مهمة جدا: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم، مفردات التعلم: الاستقبال، السمع، والبصر، والأفئدة، لعلكم تشكرون. وفي التربية نتحدث عن أنماط التعلم، أن هناك نمط سمعي وأن هناك نمط بصري وأن هناك نمط حسي، وأننا علينا أن نراعي هذه الأنماط داخل البيت وداخل الروضة وداخل المجتمع. هذه كلها أمور في غاية الأهمية، ولهذا يجب أن نهتم بهذه المفردات، لأنه عندما يفتقد الأبناء إلى الحب وبيعيشوا بالخوف والقلق الدائم ويصبحوا متوترين ومضطربين وقدرتهم على التكيف بتقل وقدرتهم على التحصيل بتقل، وأما الحب عندما يكون موجود في بيئة فيها حنو وفيها حب يعطي مزيد من الأمان ومزيد من الوعي ومزيد من الفهم. مشاعر الغضب والقلق والإحباط والتوتر تؤثر سلباً على القدرة على التركيز، القدرة على التحصيل، القدرة على الفهم. أما مشاعر الحب تزيد من تلك المعاني. كلمة بحبك من كل قلبي وأحبك من أعماق قلبي عندما تقال للأبناء من الآباء والأمهات، هذه كلها تؤشر إلى إيجابية عالية جدا. نقدم مجموعة من النصائح المفيدة للآباء والأمهات عشان يشكلوا شخصية محبة، هذا ما نتناوله سويا في المداخلة التالية، انتظرونا.